ست ام حسام معاها اول بتقول سؤال من اسئلتها ان الجد كان كاتب وصية قبل ما يموت ميز فيها بعض الاحفاد دون بعض، بتقول هل اللي عمله ده حلال ولا حرام؟ الوصية الموثقة بتتنفذ في حدود التلت، ما زاد عن التلت يعني تلت التركة بتاعته، ما زاد عن التلت فبيكون بإجازة الورثة. ده بالنسبة للوصية. طب لو كان الأمر بيع وشراء يعني اداها لهم في هذه الصورة فهو تصرف حال الحياة يا صاحبة السؤال. وبالنسبة إنه ميز البعض دون بعض دون البعض في الوصية، ربما هو كجد شاف انه البعض محتاج اكتر، ربما شايف البعض محتاج في مرض، في محتاجين تعليم، ولاده دول اقل من ولاده التاني، يعني يبدو ان يمكن يكون عنده اعتباراته مش بقصد انه هو يميز للتمييز يا صاحبة السؤال الست ام حسام. بالنسبة لي سؤال القضاء الايام للمرأة، علي حضرتك ايام وبتقول انه تراكمت عليها وداخل رمضان وهي ما قضتش هذه الايام، هتظل هذه الايام دين في ذمه حضرتك، ولا فديه ولا شيء، لا فديه ولا كفاره، ولو تجاوزت الى رمضان المقبل ما عليك القضاء، فقط القضاء هو اللي عليك. طبعا امنا السيده عائشه رضي الله عنها كانت تقول انها كانت بتقضي الايام اللي بتفطرها في رمضان في شعبان قبل ان ياتي رمضان الجديد، ففهمنا استحباب فعل ذلك الامر عشان ما يطولش دين الانسان ويتراكم عليه وربما ينساه وربما لا يقوم بادائه. هذا من فعل امنا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها، وان شاء الله ربنا يعينك وخدي نيه بالقضاء وابتدي في قضاء ما عليكي، وحتى لو دخل رمضان المقبل تظل باقي الأيام دين في رقبتك تقومي بيها إن شاء الله ربنا يعينك عليها بإذن الله. بالنسبة لقراءة الأذكار أيام العذر الشرعي إن شاء الله يعني يجوز هذا الأمر، يجوز الذكر على كل حال، وربنا سبحانه وتعالى علمنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عايزة تقولي أذكار الصباح أذكار المساء، اقرأي هذه الأذكار على بركة الله يا صاحبة السؤال.